حبل عندكم من شابح. بسم قل الله لي شحال الرحمن عندك، الرحيم. قل لي شحال عندك من واحد خدام. بس الا قلت لك شحال عندي من واحد من شابه غتخلع. دونك الله، قل لي شحال عندك من واحد خدام. الو، موظفين عندنا 3700 موظف، 3700 للجماعه. الجماعه واحد 200 غادي يخرجوا غوتريت دابا، بقات واحد 3500، 3000 نديروا حنا 3400. اللي حاضر دابا من غير لي سيرفيس، باسكو حنا تنعطيو موظفين المحاكم، تنعطيو موظفين مجموعه ديال الادارات، من تتجمع داكشي اللي حاضر عندي واحد 1000 لو ماكسيموم اللي كاينه. لو غيست 1000 اللي كاينه و 2400 ما كايناش. كتخلص ما يمشي مثلا ياكل الحيمات، كيقدر ياكل غير خضره، ما قالش يوصل للحم لان فرعات الخضره، ما كيقدرش يتقهوى، ما كيقدرش يداوي. هذا ماشي جريمه ضد الوطن وضد المؤسسات؟ واش ماشي خصنا نفتحوا نقاش حقيقي مع هاد الفاعلين؟ هاد شكون هاد الجريمه وشكون المستفيد؟ ملي يخرج حميد زيد يكتب عليا جوفاء وشعبويه وتنشر مغالطات، وخرج انت قول هاد الهضره ولا لا؟ خصنا نحميو امتيازات المسؤولين، خصنا نطبطبو عليهم ونحابيوهم ونداهنوهم، خصنا نقول لهم زيدوا صرفوا على راسكم وخرجوا، حنا طالبونا بترشيد النفقات. هذه بالنسبه لكم شعبويه، ما تتحملوش هضرتي. خصني نبقى ننمق في اللغه وننمق في الحقيقه ونطبطب على الواقع ونبدلو ونحاول نتفهم باش نبان نخبويه وعميقه. ما كيعجبكمش اللغه ديالي الفجه الوقحه المباشره الصريحه التي تصور الواقع الفج القبيح. ايوا سيدي، غنكمل وغنقولها، وزيدوا الهجمات وزيدوا ردوني بحال شي اكسترا تيغيس. شكون هذيك ومنين جات؟ منين غنكون بغيت جيت؟ مرا مغربيه وكتدوي في الفيسبوك، منين غنكون جيت كاع؟ مدونه وكاتبه راي، انا ماشي يوتيوبرز وماشي فيسبوكرز، انا كاتبه راي كرونيكرز، بديت في المساء بحال كاع كتب الراي. تنقول لكم الواقع القبيح الفج بلغه كتفهموها. في ناس تانية الملك بيعانقها كده؟ كيف؟ يعني هل كل من يسلم على الملك لابد ان ينحني ويقبل يده؟ ولا في ناس الملك ما كاينش شي قانون كيقول يقبل الملك؟ هو الناس على حسب. اذا كان واحد مثلا متملق كثير عنده اشياء عيبه على مستوره، ضميره غير هادئ، يزيد في القبولات. كمان بيعودوا يعملوا كده يعني ناقص يصلي؟ لا، ينحنوا انحناء لابد. الحناء لابد. طب واللي ما ينحنيش؟ ما كاين لا حد على حد. هذه راجعه للناس. دابا الان الملك محمد السادس ما طالب احدا ان يقبل هذا. الناس كيخملوه. طيب هذا الانحناء ايضا يعني ليس في الاسلام في الحناء كانت حتى كانت هذا الحناء كانت حتى عندما ياتي السفير لتقديم اوراق اعتماده ينحني ثلاث مرات. في سفراء بيرفضوا ينحنوا؟ لا، اذا رفضوا ما كاينش حد يقول لهم لا. عطينا دابا شي تضحيات. انت رئيس حكومه خص تكون عندك طريقه باش تخفضنا الاسعار، باش تطاكي علينا، تقوي قدرتنا الشرائيه. ما ساعدتيناش السي اخنوش، انت فاعل حقوق في المحروقات. ما حنا كنغلى دابا المعيشه، الناس كيغليو، الناس كيتصلوا بينا. سيد عباد الله، انتم شفتوا في فيسبوك هو مرته وامه خرجوا من الكرا باغي يحرق في زودياك. الناس كتعاني في صمت، الناس كتالم في صمت. الخصوم طبعا، انا اريد ان افضل ان نسميهم هكذا الخصوم. المعارضة الشرسون يعني أكثر من المعارضة. الخصوم هؤلاء عندهم فن عظيم، أي شيء نفعله ويكون ناجحا يجدون فيه يعني مطلبة ويحاولون إفساده. هم اللقاء معك، هم لا يرون لديك حسنات على الإطلاق. كل ما تقوم به هو سيئات بالنسبة إلي. يا ولهذا السبب دامت حكومتي ولله الحمد في ظروف مرتبكة 3 سنوات ونصف إن شاء الله تتم هذه الولاية، وربما إذا أراد الله الولايات أخرى. لكن يعني بتخطط أنت للولاية الثانية؟ لا، يعني مخطط الذي يخطط هو الله، أنا فقط أخذ بالأسباب. جريمة. وشكون المستفيد اليوم من هذه العملية ديال الله سمير؟ احنا سيدي وحسين، أول الجريمة كانت في الخوصصة، كان خطأ، ما خصهاش تخوصص، ما خصهاش تخوصص تحت أي ظرف. ذكر الأمن ديالنا الطاقي، انت من تقدوش تامنوا لنا وضعنا الطاقي؟ شنو زعما نشتيو حنا اليوم المازوط طنويله ب 15 درهم؟ كيفاش المازوط 15 درهم؟ كيفاش المازوط غلى من الليسان؟ كيفاش ماطيشر 12 درهم؟ كيفاش نشتيو حنايا خيزو كما قلت الدنجال ب 10 درهم؟ شنو هاد المصيبه الكحله؟ شكون اللي وصلنا لهذا الشيء؟ بترول. ايوا علاش اخونا الضغط المخزون ديال البترول؟ انا شخصيا كرئيس وبعض الاعضاء المكتب المديري تعرضنا للضغط،
تعرضنا للسب، عائلتنا تعرضوا للسب والشتم، انا تعرضت للاعتداء الجسدي، الجماهير كتوقف عليا في الزنقه، يعني حتى الحريه التنقل ديالك في الدار البيضاء ولات ماشي عاديه. الا وريتك التليفون ديالي راه خصنا نديروا فيه، خصنا نمشي للنيابه العامه، توصلت بتهديدات القتل اللي هي والعائله ديالي، تقريبا واحد 4000 و 5000 واتساب واس ام اس ديال تهديد القتل. اذا حنا جينا للرجاء، والرجاء كنعتبروها مدرسه ديال التربيه وديال الاخلاق، هي جمعيه رياضيه من اجل التكوين والتربيه الاخلاق، ماشي داخلين الصراع ديال حلبه الصراع ولا الجلادياتور داكشي ديال الرومان ولا هذا، هذا ماشي الفكر ديالنا. اذا مصلحه الرجاء اقتضت اننا نمشي. تيقول لك سنسقف اسعار المحروقات، سمعوا هذا السيد هذا امين عام حزب الاستقلال اليوم هو في الحكومه في المعارضه، وقال لك شركه المحروقات كتربح 300%. شوفوا جوج معلومات خطأ، سنسقف المحروقات، جوج قال لك كتربح 300%. سمعوا المغاربه اش كيقول، سنسقف اسعار المحروقات. لماذا؟ لانه شفنا ملي كان في المعارضه هذا الشيء، راه ماشي دابا، ملي كان طامع يوصل. سمعوا اش كيقول، سنسقف اسعار المحروقات. لماذا؟ لانه شفنا ملي دار التحرير والقرار اللي دارته الحكومه السابقه انه الشركات رفعت من الهوامش الربح ديالها على حساب المواطنين والمواطنات، في الواقع فضلت انها تزيد الارباح على حساب الجيب ديال المواطنات والمواطنين، وبالتالي وصلت انه زادت الارباح 300%. الارباح زادت 300%، هذه ماشي جريمه ضد الوطن؟ انا قلت لكم هذا الفيديو هان، ومن بعد شكون غيتدخل؟ شكون غيحمينا؟ على هذا بها احنا مغاربة خوتكم ولا ماشي خوتكم؟ 300% ارباح ديال الوطنية. One.